دايماً بنواجه تحديات كتيرة، وكل التحديات دي مربوطة ببعض. وكل تحدي صعب بنواجهه بيبقى أصعب وإحنا لوحدنا، بس بيبقى أسهل كتير وإحنا مع بعض. مع بعض راجعين نتناقش في كل تحدياتنا، راجعين عشان نفكر في بكرة، راجعين عشان مستقبل أحسن. السنة دي هنتجمع من تاني في منتدى شباب العالم عشان نبني ونخطط ونطور. منتدى شباب العالم تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، شرم الشيخ، من 10 إلى 13 يناير 2022.